حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي من أن وباء كورونا يهدد السلام والتنمية في العالم. وقالت المسؤولة الأممية أمام مجلس حقوق الإنسان أن الوباء يجب أن يدفع الجميع إلى اعتماد تدابير قوية لزيادة الحماية التي يمكن أن توفرها السياسات القائمة على حقوق الإنسان من خلال تعزيز الصحة العامة. Our response to climate change and other forms of environmental degradation must focus on the needs and rights of the people most affected by these harms. We need to build back better and more sustainably from this crisis. And our COVID-19 responses must be internationally coordinated, cooperative, evidence-based, child-centered, and they must integrate strong action to prevent biodiversity loss, childhood exposure to pollution and toxic wastes, and environmental harm. وأكد المندوب الدائم للمملكة في جنيف سفير الدكتور عبد العزيز الواصل أن حكومة المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي فيروس كوفيد-19 والتخفيف من معاناة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مما يعكس مدى اهتمام المملكة وتعاملها الإنساني والأخلاقي وعدم تمييزها بين المواطنين والمقيمين. على الصعيد الدولي ومن خلال رئاستها لمجموعة 20 تقود حكومة المملكة تحالفا دوليا بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كوفيد-19 من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف أثرها على صحة الإنسان والأعمال والاقتصاد الدولي وتحسين مستوى الجاهزية الدولية لمكافحة الجوائح ومنع حصولها أي أزمات مستقبلية مشابهة، كما تعهدت المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم تلك الجهود في مواجهة الوباء. وعلى الصعيد الدولي ومن خلال رئاستها لمجموعة 20 تقود حكومة المملكة تحالفا بالتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة جائحة كوفيد-19 من أجل التوصل إلى تنسيق دولي للحد من انتشار الجائحة وتخفيف آثارها على صحة الإنسان، كما تعهدت المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم تلك الجهود في مواجهة هذا الوباء. الجهود الدولية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة كوفيد-19 كانت محل تقدير في مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.